مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا المتميزه. انا وصديقي، انا اليوم ضيف عند صديقي الاستاذ محمد في حلقاته اللي هي الاسر المنتجه ورياده الاعمال. اليوم ضيف خفيف حنتكلم الظل يا سيدي. الظل ان شاء الله نكون خفيفين الظل على متابعينا. دائما احنا في كنار تي في بنحاول نجد لكم الجديد ونجد لكم الناس اللي فعلا يكونوا اكتف في المجتمع المحلي، عملوا شغلات في المجتمع المحلي عشان نتعلم من خطواتهم. مش غلط نتعلم من بعض، وهذه الخطوات بتساعدنا في اختصار الوقت والزمن والمال ايضا. وطبعا من اهم الشغلات اللي بنفكر فيها دائما اللي هو كيف نبدا بزنس او نبدا في خطوات عمل تجاره خاصه فينا او مشروع خاص او شركه خاصه. لكن اليوم حيكون لنا مشروع عن الصيدليات، افتتاح الصيدليات خاصة للصيادلة. احنا في حلقة من الحلقات حكينا عن معادلة الشهادات، كنا مستضيفين احد الاخوات الصيادلة اللي حكت عن معادلة الشهادات في كندا. اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع او نكمل هذا الموضوع بس من جانب اخر، هو الصيدليات. اليوم معنا ضيفة عزيزة على قلوبنا الدكتورة الأستاذة تمارا عوض. أهلا وسهلا فيك. عوضة last name. عوضة عوضة. أوكي. سوري. أهلا فيك. أهلا أهلا وسهلا دكتورة تمارا. الحقيقة إحنا في كل أسبوع بيكون في عندنا ضيف، وهذا الضيف يثري اللقاء تبعنا ويقدم للأصدقاء المشاهدين من خبراته ومن التجارب والدروس اللي استفادها حتى يستفيد منها الآخرين ولا يعودوا للأخطاء وللمعاناة وللتعب نفسه مرة أخرى. يختصر عليهم الكثير من الوقت ويختصر عليهم المسافات ويحدثهم عن تجاربه. ودكتورة تمارا اليوم تطوعت مشكورة إنها تقدم من خبرتها، تحدث عن تجربتها، تحدث عن هذه الحكاية، حكاية تأسيسها لعملها الخاص. أكيد أكيد واجهت كثير من التحديات، تغلبت على عدد كبير منها، ربما تمنت أن تتغلب على جزء آخر منها، ولكنها استطاعت في النهاية أن تصل لجزء مهم مما تريده. أرحب فيك دكتورة تمارا وأشكرك على الحضور، وأترك لك المجال والميدان حتى تعرفي أصدقائنا بنفسك. تفضل. أول شيء بدي أشكركم على هذا الانيشيتيف، أنه تعملوا هالشانل هذه لحتى نسلط الضوء على الشغلات المنيحة بمجتمعنا وبجاليتنا اللي بكندا واللي نحن قسم كبير منها. تاني شيء، ما عندي تايتل دكتورة، بس للتصحيح، لأنه إحنا عنا ببلادنا الصيدلي بيقولوا له دكتور كمان. أنا صيدلي، عندي ماستر أوف ساينس بالصيدلي. مثل ما تفضل الدكتور شريف، ويمكن هي هوستد قبل وحدة من زميلاتي على طرق التعديل صيدلي بالوقت الحاضر بكندا. السيستم القديم ما كان في كل هالتسهيلات، فما في داعي يمكن فوت بخوض هالتفاصيل. بس اللي بدي أقول لكل زملائي وكل بروفيشنال الصياد اللي جايين، أنه ما في شيء أبدا صعب أنكم تاخدوا اللايسنس تاعكم بكندا وتمارسوا الباشن تاعكم از صيادلي. رحلتي بالصيدلي بلشت من وقت جيت على هالبلد. اخترت اعمل الطريق الصح تو انتجريت بقلب المجتمع الكندي اللي هو مجتمعي هلا، وما اعمل كات كورنرز. يعني أول شيء عملته بدي أفهم الكالتشر، بدي أفهم كيف بيتصرفوا، كيف المجتمع بيحكي. تعلمت اللغة، تعلمت customer service من just to know where I am getting to. اشتغلت pharmacy technician. معظم الصيادلي يمكن بيعرفوا إنه this is the best way to go through this path. لحتى عرفت الكالتشر وعرفت كيف بدي اتصرف.
بنفس الوقت كنت عم بعمل عائلتي، بنفس الوقت عم بدرس لأعمل الامتحانات. To make a story short، لعند ما خلصت وبلشت أشتغل كصيدلي، بعدين بمعظم الشركات الموجودة على الأرض، الشركات الكبيرة بالمانجمنت مع ريكسال، أخذت فرانشايز أسوسيات أونرز مع مع الشوبرز at one point. بس بطبيعتي as professional لقيت في شيء missing بالأخص. أستاذة تمارا، إيش رأيك؟ إيش رأيك إحنا الآن أخذنا باكيج، إيش رأيك نبدأ الباكيج من أوله؟ شو بتحبوا تعرفوا؟ أنتوا سأليوني أنا بجاوب، لأني مش عارفة بالضبط شو بدنا نعمل. طيب انت لما دخلتي كندا، انا طبعا من التسريبات اللي وصلتني من الاصدقاء انه انت درستي في روسيا. مظبوط. وبعدين تفارس يعني. طبعا دكتور جمال هواه روسي. فيعني انا اللي الكوهوست اللي معي اليوم كان عز الطلب. انت بخاركوف؟ بخاركوف درستي؟ انا بموسكو. في موسكو، اوكي، لانه اهل الصيدله كلهم في خاركوف. anyway يا ويلكم، اهلا وسهلا فيك. نحن كنا معدودين على الاصابع العرب بشكل عام بموسكو بكليه الصيدله، كان كثير قليل. مظبوط، اهلا وسهلا فيك، تشرفنا. اهلا فيك. طيب نبدا الرحله من من من, من هون. ايه اللي خلاكي طب تفكري انه انا الان هروح على 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 كندا؟ الرحله كانت، انا مش هحكي عن رحله هجره، ولكن لانه الدراسه في روسيا للصيدله فيها تحديات. فانت دخلتي البلد بشهاده روسيه وهذه فيها تحديات. خليني احكي عن رحله التحديات هاي اللي انت شفتيها اول ما دخلتي البلد. وانا بدي الفت النظر انه اول ما توصلي في كندا كثير من الناس بحكي لك انت لازم تعيش، اشتغل في مطعم، اشتغل في كذا. صح. انت دخلتي بشهاده فيها تحدي، عليها تحدي وبدون لغه. صح. وانا طبعا سوري تو سي انه احنا في الباك جراوند تبعنا الانثى عندنا بتكون ضعيفه وهي مسافره ووحيده، لكن انت داخلي على مجتمع الانثى فيه قويه. بعرفش هل كنت مدركة هذا الكلام من البداية ولا كنت لسه جاي بخوف وبدك يعني تؤسسي أسرة وبدك تشتغلي وبدك تفكري بالعمل. خلينا نأخذ البداية، كانت أولوية اللي أعطتيها إيش هي؟ أعطت الأولوية للشهادة تبعك، معادلة الشهادة تبعك، الشغل في الصيدلة، وكيف أخذت قرار أنه لا أنا بدي أشتغل بالصيدلة، مش هشتغل لا في مطعم ولا في أوفيس ولا في سكرتارية. صح. سؤال باكج، أسئلة كتير حلوة باختصرها بكم ستيب. أول شيء يمكن أنا كنت محظوظة أنه قراري إجي على كندا ما كان على أساس قرار هجرة لسبب سياسي أو لسبب معيشي أو لسبب اضطهاد أو أي من هود الأسباب. السبب الأساسي تأسيس العائلة. تأسيس العائلة، I met my husband back home وجيت معه. كنت أنا يمكن واحدة من الناس المحظوظين إنه جوزي كان supportive، يعني إني لا أمن لقمة العيش لعيش، ما كانت هي الجول الوحيد لإلي. وكنت كتير كمان محظوظة إنه سبورت النفسي من بارتنر تاعي، إنه شافني كيف was very well established ببيروت بلبنان وتركت كل شيء وجيت معه، فقدره كتير ودعمني إنه بده يشوفني back on my feet. even though كان عنده أوقات رأي إنه just روحي على المجتمع بس تتعلم اللغة تختلطي بالناس، أنا كان عندي الفوكس no. بعمل stocking shelves بالصيدلية بس ما بكون بغير environment لأنه أنا هذا محل الطبيعي هون،
وبالفعل الفوكس أول شيء كان أني أعمل عائلة، جيب أولاد مثل أي أم بمجتمعاتنا، بس أبداً ما نسيت أنه أنا بدي بلش. يعني أنا كنت أدرس، كنت حامل، كنت أدرس حضر للامتحانات، كان ابني بيبي يقعد بحضني، ما في عندي أي سبورت من عائلة أو حتى أصحاب. ما كان في back in 2000، ما كان في كل هالسوشال ميديا، كل هالconnection back then. So كان كله step by step لحالي عم بعملها. السبورت الوحيد كان عندي من 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 جوزي. يعني كنت روح على مونتريال أو على تورونتو أعمل الامتحانات، أترك ابني مع جوزي هو يهتم فيه. هون كانت الصعوبة. والصعوبة أول شيء أنه ما كنت بعرف لغة. يعني أنا درسي بالروسي، بيعرف الدكتور جمال شو الروسي، والسيستام الفارماسي سكول بروسيا مختلف كلياً عن نورث أمريكان. It's more like a German pharmacy school. ما قالوا شيء بالعلاقات. يعني I had to do my own lectures. اشتري resources، يعني بس بدي كان معلومات أعرف من مين إنه شو لازم أدرس. يعني حتى لأول امتحان رحت عليه ما عارف شو ناطرني، رحت عليه وأنا أكيد إنه حأسقط، بس لحتى أعرف شو فيه in there. So طبيعتي أنا إنه ما في شيء اسمه تحدي. I'm not exaggerating. في شيء اسمه خلص عندي هدف، I wanna do what it takes لأوصل له. فمنشان هيك بس ابني صار عمره بعمر يعني سنة ونص سنتين، بلشت ساعتها رس وقدم الامتحانات على right on. فهيك بلشنا. وبهالوقت كنت عم بدرس انجليزي، يعني عملت الانجليزي والcustomer service course قبل ما أعمل بلش أدرس للصيدلي، مثل ما حكيت بالبداية، لأنه مستحيل تفوت على بلد وتحط حالك فيها وتحاول تغير المجتمع بالطريقة اللي أنت عايشها. So this the way I looked at it. So حضرت حالي اجتماعياً to understand the culture، وبنفس الوقت عملت الإنجليزي. يعني أنا كنت رح أدرس إنجليزي مع الجريد 12 student اللي الهيب هوب. عرفت وأنا كنت بالاثنين وثلاثين بالواحدة وثلاثين إنه كان في تشالنج، بس نشكر الله مشي. إذا أنت اشتغلتي في 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 لبنان صحيح؟ صح. اشتغلتي بالصيدلي، هل كانت عندك برضو صيدلية ولا اشتغلتي بشركة فارماسي؟ كانت اشتغل بصيدلية، وكانت اشتغل as a partner بimport medication من أوروبا generic. أوكي. So كنت part time بالنص وبال بهيدي الشركة، كان وضع منيح. So كان عندك شوية experience عن موضوع الشغل في الفارماسي بشكل عام international. صح. But كانت completely different. ما didn't help، يعني ما ساعدك. No, not really. Okay. Not really. Okay. بس الحالة بدي وقف، بدي علق على نقطة. الحالة فيه هون إنه مجرد ما أخذت اللايسنس بكندا، I had the privilege and capability إنه combine the three pharmacy school together. يعني بروسيا كنا كتير قوية بال compounding pharmacist، بالجزء التحضير الصناعي بقلب الصيدلية والمصانع كنا كتير قوية فيها، بالهوميوباثي، بالفارماكوجنوزي. السيستام اللبناني أكتر على السيستام الفرنسي، قريب من السيستام النورث أمريكان. سو مجرد ما جمعت وأخذت اللايسنس، صرت يعني بقول إنه صرت a little bit stronger professional من هذا الصعيد، و I build on it. طب أنا بدي، معلش أستاذ محمد، بدي أرجع على السؤال اللي أو الموضوع اللي ركزت عليه في البداية، اللي هو دراسة اللغة الإنجليزية. طبعا يعني هذا يمكن يكون هو مفتاح لأي مهاجر بيجي لدولة بتكلموا لغة إنجليزية أو اللغة بشكل عام. يعني أنت لما رحت على روسيا، ما كان في عندنا حل غير نتعلم اللغة الروسية، لأنه ما في عندك حل، بدك تحكي مع الناس، بدك تدرس، بدك تتعلم. للأسف في ناس بتتهاون كتير في تعلم اللغة الإنجليزية لما يجوا على كندا. خلينا نحكي، بدنا نوجه لهم نصيحة أو رسالة منك أنت كشخص جيتي بديتي زي ما تحكي من الهاي سكول. قديش هذه المعاناة اللي انت عانيتيها الآن ساعدتك وخففت عليكي وانت بتديري بزنس في الفارماسي؟ كتير. يعني
يعني ما بتقدر قدي I was عن جد lucky إنه مشيت بالستبس اللي مشيت فيهم و I did not cut corners. ما علي الواحد يتأخر، ما علي ما يبلش ينتج مصاري right away. في كتير ways الgovernment ممكن تساعد so يستعملون الواحد بطريقة إيجابية لحتى يعمل solid ground تحت إجري ويمشي. طيب. لأنه إذا ببلش ضعيف بينتهي ضعيف، بس إذا ببلش قوي يعني start building on the strength وبيمشي. أنا عن جد نصيحتي لكل واحد بيقرر يغير مجتمعه وين ما كان، يشتغل يبلش صح. وأي طيب. شيء بيسمعه ببلادنا إنه تعمل هيك نحن في عنا بروباغندا كتير يحطها ورا ظهره ياخذ الإيجابي منها ويبلش صح. طيب أستاذ تمارا، الـ 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 لما بدأتي تفكري في العمل اللي خطر على بالك في البداية، تشوفي وظيفة ولا تبدأي ببزنس خاص؟ لا وظيفة كأم وكان كان وكان أوكي وكانت هل كان في فكرة في هذاك الوقت، هل خطر على بالك في يوم من الأيام أنه حيكون في عندك بزنس خاص فيكي؟ أنا دايماً حتى وقتها كنت بلبنان كنت حاطة سقف معين أنه at one stage of my life بدي أفتح صيدلية وتكون مختلفة عن كل اللي حوالي، يعني بالبداية عندي إياها، بس أيمتى ما كنت حاطة time frame، أيمتى بس أوصل على كندا. عندي الأولوية عم بشتغل، بس الأولوية كانت إنه ابني وبيتي، عرفت؟ وكنت سبورت من عائلتي كمان، إنه هذا كتير ساعد. ولما فكرتي بالأول شيء فكرتي بالشغل في الوظيفة، هل كان في بالك إنه هاي الوظيفة حتساعدك علشان تعملي your own business ولا لا مجرد وظيفة عشان أأمن دخل؟ لك أنا خطط على المدى اللي بعيد. بالبداية ما كان إنه أنا الهدف من وظيفتي لأعمل بزنس بالمدى القريب. الهدف من وظيفتي للبروفيشنال ديفلوبمنت. عم بعمل مصاري جاي anyway، تحصيل حاصل. يعني هدفي بوظيفتي مش الدولار ساين. كان هدفي البيرسونال بروفيشنال ديفلوبمنت، شوف شو فيه بالعالم وكفي سيرتيفيكت وإدوكيشن. While I am raising my kid. وصلت على وقت بال 2009 مع الشوبرز عملت كورس، لأنه انعرض علي هيدي كمان من جوابا على سؤالك أستاذ دكتور شريف، انعرض علي وقتها بهديك الوقت أنه أخذ فرانشايز، بس قلت لهم أنا ما عندي خبرة، يعني أنا صيدلي عندي شوية business sense بس ما عندي خبرة، ما بعملها قبل. يعني I turned down the offer قبل ما كفيت. كان في اسمه البروغرام بيسموه lead program، هيدا بس للشوبرز. It is more business oriented و detailed، يعني بيعرفك ال in وال out of the business. So خلصت الكورس وساعتها أخذت الفرانشايز. أوكي انت اشتغلت يعني في البداية سؤالك. يعني اشتغلتي في البداية في شوبر ومن شوبر اخذتي الاكسبيرينس اوكي، وبعدين اخذت الفرنشايز اللي حيساعدك على معرفه الكيز تبع او السيكريتس تبعت البزنس مانجمنت تو مانج الفارماسي بزنس بكندا. تو بي سبيسيفيك بكندا. ترو بيقولوا لك في ترانسفيربل سكيلز، بس يعني يمكن انا على سايد الحذر شوي، بس باخذ ريسك، بس ريسك مدروس. هذا الصح انك تدرسي الريسك اللي بتاخذيه. هو يعني انا بدي احكي شغله، احنا للاسف كل المدارس في العالم يعني حتى في كندا لما بيعلموك ساينس بنسوا او بتجاهلوا موضوع البزنس فيه. يعني بتروح بتدرس طب بس ما بتعرف كيف تو مانج يور كلينيك، بتدرس هندسه ما بتعرف تو مانج يور سايت، يو هاف تو دو اذر كورسز.
فش بزنس بيجي ايزي، واللي عملتيه يمكن هو عين الصح انك اخذتي كورسات بالمكان اللي انت شاعره انه لازم تطوريه، وهذا الشيء جيد. ويمكن هاي رساله تكون برضو واضحه للجميع انه كل شيء لازم يكون مدروس، خاصه لما تبدا بزنس، يعني الموضوع مش انت عم تشتغل عند احد. يس هي تفضلي. هي كومبينيشن البزنس، بس انا لحد هلا بعدني ما وقفت البروفيشنال ديفلوبمنت. يعني اي كورسز اي سيرتيفيكت بحس انه بتعطيني بوست، بتحس انه بتقدمني على البروفيشنال سايد، اند ريفلكتينج اون ذا بزنس سايد بلاقي اوبورتونيتي انه ممكن تزيد البزنس تاعي بعمله. يعني بدك اتس لونج تايم ليرنينج ستودنت، بده يكون الواحد حسب اجين شو البزنس اللي بده يعمله، بس كل شيء مفروض يكون مدروس، والواحد بياخد ريسك بس بأقل خسارة ممكنة إذا ما مش الحال. أوكي. بعد شوبر كان في عندك أي رحلة تانية مع أي مكان وظيفة، ولا بدأت تفكري في البزنس تبعك؟ كم أخذ منك فترة الشوبر؟ هلأ الشوبرز أنا ما قعدت معهم كتير، ما هي النقطة، ما قعدت معهم كتير as associate، يمكن سبعة شور something like this، لأنه بالإيكونومي وقتها بلش في تغيرات كتير بالماركت، وبلش يصير في lack of support، والصيدلي صار يبلش يضيع البروفيشنال سايد من الصيدلي. يعني البزنس is important، بس بالنسبة لإلي كان إنه خلي certain level من البروفيشناليزم طاغي. فبعدها I worked management مع الركسال up to 2016. بعدين قلت خلاص it is the way I wanna run my pharmacy my life. أنا ما بدي يكون بس شهادة على الحيط، مع احترامي لكل زملاء الصيادلي، يمكن أنا كنت بوضع إنه سمح لي فكر venture بالبزنس لأنه عندي vision معينة للصيدلي كيف كان لازم تكون. ف I ventured into it. يعني أنا I couldn't ما في enough support to do my job as a pharmacist. يعني انت اشتغلتي في the two biggest franchise في كندا. اشتغلت yes. بشوفتي the two sides of the business. صح. وتعلمت كثير منهم. مين اخترتي في النهاية؟ هيدا صعب واحد يقول لأنه اشتغلت. لا انت هلا فرانشايز مع مين؟ ما لا انا مش فرانشايز، انا اندبندنت. اوكي انا كومبليتلي اندبندنت اند فارما تشويس بانر. So this is why like banner under banner يعني بتفعلن فيه لحتى يعطوني ال support purchasing power support وكل هيدا، بس ال management وكله 100% independent. طيب هذا القرار ما كان قرار سهل، خلينا نبدأ قبله بخطوتين بدل ما ندخل فيه مباشرة. قبله في خطوتين لما بدأتي بعد ريكسل وبدأت تفكري في خلاص أنا no more أكون في وظيفة مع حد، ولازم أنا أبدأ my own business، ورحلتي في تأسيس بزنس تبعي. الفكرة هذه أكيد مش يعني كليك جست قولي في لحظة ومباشرة ثاني يوم صرتي بتعملي في البزنس. متى بدأت تفكري فعلا أنا الآن نو مور أكمل في الوظيفة، وكم أخذت معك في آخر وقت إلك في ريكسال وأنت موجودة معهم، وشو كانت المخاوف اللي عندك في هذه الفترة؟ سؤال كتير حلو، بس الجواب يمكن تستغربوا عليه. بآخر فترة مع الريكسال واللاك أوف سابورت، هلأ أنا يعني out of my respect للناس اللي اشتغلت معهم، اسمحوا لي ما فوت بالتفاصيل لأنه بالتالي اشتغلت معهم لفترة طويلة وعندهم البوزيتيف والنيجاتيف، بس ما كان عم يتماشى مع أنا شو what I am looking for. وقت تركت من الريكسال قلت بدي أخذ فترة وارتاح ما أعمل شيء. فوقتها بلشت اشتغل ريليف، يعني just shift هون لحتى just cool down، لأنه كنت اشتغل ساعات كتير طويلة I crashed at one point so. بس بعدين جيت عم فكر هيك، قلت له you know لجوزي بدي افتح صيدلية، طلع فيها قال لي are you sure؟ قلت له ايه let's go around and we start looking around.
I took over with the project. ابني صار بعمر كبير ما عاد بده كتير my support. I started managing the project from A to Z بكل شيء. يعني حتى أنا وجوزي لحالنا دهنا الصيدلية. إنه واحد بده يكون عنده flexibility بتفكيره، بده يكون عنده flexibility بالطريقة اللي بتصرف فيها وكله. ف كم كان الوقت ما بين آخر يعني وقت التفكير والانتهاء من ريكسال؟ كم كان الفترة الزمنية؟ يمكن شهر ونص. أوكي شهر ونص. سريع. هي شهر ونص. لأنه عندي الكابابيليتي، يعني بنشكر الله إنه محصنة حالي. وما بعرف، أنا من النوع ما بخاف خلاص. It's good. I have to do it. عندي التولز. Let's do it. أنا معلش بدي أرجع قبل هذا الموضوع اللي حكيت، أرجع لورا شوية لما بدأتي تشتغلي في الصيدلية كفارماسي أسيستنت. احكي لنا عن، خلي الناس تعرف بس شو الفرق بين الفارماسي أسيستنت والتكنيشن والصيدلي، لأنه في ناس يمكن بشاهدونا من خارج كندا يمكن مش عارفين الثلاثة تيرمز. والصيدلي اللي ما معه مزاولة مهنة شو بيقدر يشتغل من هدول الثلاث؟ هلا باك ان دايز، اذا بدك تحكي وقت انا كنت اشتغلت، كان ما في شيء اسمه بروتكتد تايتل فارماسي تكنيشن. كان كله يقولوا له فارماسي تكنيشن. الفارماسي تكنيشن او فارماسي اسيستنت باك ان دايز، انا عم بحكي مساعد صيدلي. يعني هون إذا مشان نساعد الناس اللي ببلادنا، الميديكيشن مش الدواء مش موجود على الشلف بيقولوا الواحد بدي علبة لوجع راس بيقيم العلبة وبيعطيه إياها. لا، لازم يكون عنده بريسكريبشن، وصفة طبية لازم يعدها. سو هو كلهم التكنيشن بيعمل، بيحط الليبل، بمسح الأرض أوقات، بيغير كل الكلينينج بالصيدلية. سو هيدا كله، هودي الشغلات بينتبه على الانفنتوري، الإكسبيري ديت بيتعلم يعملها، ترجيع البضاعة اللي مش لازمة، يعني كل الشغلات التكنيكال بيعملها. الصيدلي اللايسنس صيدلي هو عليه الثيرابيوتيك بارت بالشغل، يعني يتأكد إنه الوصفة موصوفة صح، ما في أي انتراكشن مع الأدوية إذا كان المريض عم ياخدها، يتابع العلاج تاعه، يعمل فولو أب معه. هيدول مش كل الصيدليات بيعملوها، يعملوا فولو أب مع المريض، يشرح له بشكل مفصل شو يعمل. يعني في مور ليجل ليابيليتي and هيلث ليابيليتي على الفارماسيست. هلا الصيدلي اللي من بلادنا international graduate وما عنده اللايسنس هون، في يشتغل as assistant، يعني بيعمل كل التكنيكال ورك، وهو get exposed، يعني بيتعلم كيف السيستم الصيدلي بينشغل هون، بيتعلم مع القوانين من خلال هالشغلات التكنيكال اللي بيعملها، بيتعود كيف interact مع يتعامل مع الكاستومرز، بيصير عنده ثقة أكتر من التكنيكال أسبكت. هلا بيكون واحد قوي بالشغلات الميديكال والطبية لأنه حسب ما مخلص من الجامعة، بس مش مسمح له براكتس. سو هون هو بيختلفوا. هلا من كم سنة والجاي صار في اسمه titled pharmacy technician، يعني صار بياخد كورس، بيعمل training، في شغلات technical بيعملها. إذا في renewal لدواء صار فيه يمضي عليها، بس قبل مفروض الصيدلي يكون عامل therapeutic check عليها، يعطوه أكتر صلاحيات. وضل التقسيم الثالث للفارماسي assistant هو اللي بيعمل الشغلات البسيطة بالصيدلي، من يفوت البريسكريبشن على الكمبيوتر، يعد الدواء، يهتم بنظافة الصيدلية، يهتم بشغلات مور لايك يو نو تحت الإيدين. وهذا ما بده لايسنس، ما بده شيء. لا هذا ما بده لايسنس، لا ما بده.
طيب استاذ تبارة، لما بدات تفكري بالخلاص انت حتبداي الان تاسسي بزنس تبعك، حطيتي بزنس بلان، فكرتي في تفاصيل بزنس بلان، شفتي حد يعمل لك بزنس بلان، مستشار يعمل لك الكلام هذا، ولا فكرتي في الامور بطريقه يعني زي ما بيحكوا على 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 اسلوب تبع شو اسمه اللي هو الاسلوب القديم، خلاص الفكره في راسي انا بحطها وبعدين ببدا امشي فيها خطوه خطوه، اي واحد من الطرق اخترتيه؟ لا انا مش هاي، مش الشمال ولا اليمين، بالنص. اوكي اول شيء لانه الفيجن تاعتي اعمل يعني بالشغل معروفه كيف بدي اوصل له، معروف بالنسبه لي كيف بدي اوصل له، تارجت معروف، الواي تو جيت ذير معروف، البلان اللي عملته بيزد على ستدي عملته لحالي. يعني البزنس بلان، معظم البزنس بلان له ناس وبالاخص عندهم بروفيشنالز وكله، بس بيزد على الاكسبيرينس. انا مثلا بلشت انه تاكل بدي اعرف الديموغرافيك لوين فيتي، بدي اعرف وين بدي افتح صيدليه. بعد ما عرفت المنطقه اللي بدي افتح صيدليه، عرفت الديموغرافيك، عملت ريسيرش عن الديموغرافيك وقد ايه عدد السكان اللي بالمنطقه. بعد ما عرفت عدد السكان، I start looking for the age group لحتى اعرف كيف بدي تارجت الاودينس. سو عملت كذا ستيب خليني احط اجر تقريبا a little solid. And when I start the construction, I start the execution. وما نطرت لحتى فتحت. أنت عرفت يعني أنت عملت steps تبع البزنس بلان أصلاً، لكن عملتيها بنفسك وحدك من خلال الإحساس، البزنس سنس تبعك. فأنت عملتي أصلاً، حددتي المنطقة اللي هتشتغلي فيها، حددتي مين الكاستمر تبعك، كيف توصلي له، وكيف تكوني موجودة معه. طيب financially كيف درستي؟ لك لحتى زيد على هذه، يعني من الشغلات اللي حتى عملت more research عن psychology, color psychology. لحتى أعرف واللايتس وكله، لحتى أعرف شو ممكن أعمل جوات الصيدلية بالديزاين لحتى يفوت المريض لعندي ويحس حاله كتير مرتاح وما بده يظهر. سو فت بأدق التفاصيل لحتى الاكسبيرينس من أول ما يفوت المريض على الصيدلية لحتى ما يروح، ما يطلع من الصيدلية يكون ريلاكس and not overwhelmed. هو خليني أحكي لك شيء يعني هذا إحنا بنعرفه، يعني إحنا بنعرفه إنه اللبناني في عنده في الجينات شيء، جين موجود في الجينات اسمه ماركتينج، وهذا يبدو انه صحيح. انا بدات اؤمن فيه انه الدي ان اي في واحد من الجينات، واحد اسمه ماركتينج، هذا يعني في بالوراثه عند اللبنانيين الماركتينج هذا جزء موجود. فيبدو يعني بتحكي لي ما عملتي بزنس بلان ولا شفتي واحد مستشار في البزنس بلان، واللي بتحكيه فعليا احنا بندرسه هو تسبق مدارس الماركتينج ومدارس الاستراتيجي الاستراتيجي اوف بزنس. يلا لقيت شغل تاني. لكن مش بس هيك، احنا الان بفكر انه تكوني انت منتور للناس اللي حيطلبوا مساعده من عنا. يعطيك العافيه. اذا بقدر ساعد ليلى. هو في كمان جين في موضوع الفاينانشال، هلا حنشوفه يعني وين الحدود تبعه. انا بدي اسالك سؤال، وهو سؤال اجى من اكرام. اهلا وسهلا فيك اكرام. بتقول لك شو اهم التحديات اللي واجهتيها، خاصه انت عم تشتغلي اندبندنت في عصر الفرنشايز؟ الفرنشايز طبعا خاصه في امور كثيره عم تنتشر وعم بيصير لها زي ما نحكي الكاستمرز الخاصين فيها، لكن انت اخترتي انك تكوني اندبندنت مع انك اشتغلتي مع بوث بيجست يعني فارماسي فرانشايزي زي ما بيحكوا، لكن اكيد في اشي اسمه تحدي، في اشي اسمه
صعوبات واجهتيها سواء في الماركتينج، سواء في اختيار الموقع، سواء في البزنس بلان اللي حكينا عنه. حابين نسمع منك ايش اهم التحديات؟ ليك قبل ما اقول التحديات بقول البريفليجز. بما اني اشتغلت بكذا شركه وكنت اعمل ريليف فارماسيست، يعني فتت على كذا شركة غير لابلاز، فت على الوالمارت، عملت ريليف معهم، كنت عم اشتغل فول تايم، فشفت البرو اند كونز. اوكي، اخذت الكونز تو ماي ادفانتج بشغلي بالصيدليه، عرفت. البرو اللي اخذته هي البروفيشنال ديفلوبمنت، نط البزنس ديفلوبمنت. الاريا اللي فيها الصيدليه رورال اريا، شفت شو الكوميونتي اللي بدها، وبعد في ريزيستنس بعد في من بعض الكاستمرز انه ينقلوا شو اسمه فايلاتهم. بس اللي استعملته اعتبرت انه اوكي انا مش ماشي عكس التيار، انا عندي فيجن وانا بعرف انه هالفيجن راح تمشي، مش اوفر كونفيدنس بس ما بعرف حسيت هيك. وكنت على طبيعتي كليا، لانه كل الناس بدها صيدلي يتعامل معهم كهيومن بين مش كرقم، مش عبينا الوصفة واذا عندك سؤال اسالنا اياه. بالطبع انا ما حقدر اعمل كومبيتيشن مع الركسال بالاسعار، بالأسعار يعني ويفينج الفيز وويفينج كله ويعطوا فريبز للمريض، ما حقدر أعمل كومبيتيشن معهم، ما حقدر أعمل كومبيتيشن مع الشابرز. بس بقول لك التراكشن والترانسفير من الركسال ومن الشابرز amazing، it's a huge. لأنه مثل ما سبق وقلت لأستاذ محمد، أنا فتت على الكوميونتي قبل ما أفتح الصيدلية، وهلأ إذا بيصيرنا بنحكي عنهم. بس يعني كان بحط بعدني لعند 4 أشهر بحط between 60 to 65 hours, the least بحط hours 50 hours a week since I opened the past 3.5 years. إذا أنت يعني استطعت إنك تأخذي هذول الكاستمرز بطريقة التعامل اللي عم بتعطيها، أو بالأتنشن اللي بتعطيها للكاستمرز، لأن الكاستمرز محتاج لهذا الأتنشن. وبالسيرفيس، مش بس أتنشن، السيرفيس والكواليفيكيشن. هذا اللي كنت عم أقول إنه all along عم بشتغل على البروفيشنال ديفلوبمنت، يعني مش بس شهادة صيدلي وقلم عم بمضي. يعني عملت من ديابيتس سيرتيفيكت لجرياتريك سيرتيفيكت لميثادون مينتنس تريتمنت سيرتيفيكت، حتى شفت اوبورتونيتي انه ممكن البات كومباوندينج، يعني تحضير الادويه للحيوانات. سو طلعت على فلوريدا وعملت الكورس، يعني ات از كومبينيشن كلها على بعضها بلس البزنس بارت اوف ات. يعني سؤال كتير كمان حلو يا إكرام على فكرة. يا أكيد، لأنه أكيد إحنا في عصر الآن ال big giant فرنشايزي وهدول، يعني هذا سؤال أكيد بتبقى. يا صحيح. Thank you. يعني يعني هذا اللي عملتيه اللي هو الكومبيتيتيف أدفانتج، يعني أنت بدأت تحددي إيش الكومبيتيتيف أدفانتج تبعك حتى تنافسي هذه الناس الكبار. والحقيقة إنه الواحد بيستغرب انه فعلا الناس هذه، يعني هذه الجهات الكبيره جدا ما عندها هذه التفاصيل اللي انت بتحكي فيها. وممكن علشان هم في كثير فرانشايزنج لهم، فاللي بيشتغل بده يعمل كوبي بيست على السيستم اللي موجود بس ويتحرك، لكن اللي بيكون اندبندنت بده يفكر في انه يبدع سيرفيسز جديده عنده علشان يقنع الكاستمر انه في عنده شيء ميزة إضافية هون أكثر، بحتاج الكاستمر انها تكون موجودة ويشوفها. نرجع للفاينانس. صح. وتأكيدا على كلامك بالفرانشايز، انه let's say دواء مقطوع، ما بدي فوت بهالتفاصيل، دواء مقطوع خلاص مقطوع مثلا، بس عندي دواء مقطوع
بتصل بالشركة themselves يعني اللي بيصنع الدواء اللي افترضنا بفايزر أو بجلاكسو أو أني بالهيد أوفيس تاعهم و most of the time I am able to get يعني لو حتى small amount للpatient يستعملها إذا كان بعدن عنده ستاك صغير بالشركة. أوقات ما بقدر بس معظم الأوقات I've been successful. يعني level of service بعدين الانفنتوري كلهم بيقولوا لك حط المينيمم على الشلف. أنا عندي مثلا I am investing a little bit more بالانفنتوري إنه ما في مرة most of the time بدي أقول 95% of the times شيء مقطوع بالسوق وما كان عندي على القليلة شهرين اني اكسترا اني اعطي للمريض مشير حالنا كنا عرفنا شفنا شو بدنا نسوي. يعني هيدي الادفانتج اللي موجود بالبزنس بده يكون عنده الواحد بزنس سنس وما يكون تشيب سوري على هالاكسبريشن بس انه يعمل بروجكشن. يعني ممكن يخسر شوي بالاكسبايري وبضاعة على الشلف بس بهالانبريسيدنتال تايم always في برودكت. يس يس. طيب الفاينانس ما حكيت لنا عن الفاينانس مش عارف ليه بتتهرب بموضوع لا ما انت لا بالعكس الفاينانس الفاينانس انا عم قلكن عن جد يمكن عن جد محظوظة انه انا وجوزي at the same level. يعني انا I had to remortgage my house عندي من شو اسمه من صغري انه ما تتدين. هيك انا مربيه ما مع انه بالبزنس العالم البزنس بيقولوا لك ما تشتغل بمصرياتك. طيب I had to remortgage my house to buy wherever I opened the pharmacy. So وأمنا عندي يعني السيفتي انه جوزي عنده شغله he's able to handle around while انا عم بتصرف. هو مش فارماسيست ما له في الفارماسي لا ما له بالصيدلي لا سو ايش بيشتغل هو هو سيفتي انسبكتور مع تكنيكال ستاندرد اند سيفتي اوثوريتي. سو فمن هذا البارت الفاينانس انا بصراحه دينت من البنك بس لحتى خلي سيفتي نت ان كيس اي نيدد الفند أول 6 أشهر بس ما فتحت بس الـ leasehold development and everything I use my personal. okay. طب so, في شيء مؤسسات حكومية ساعدتك في هذا الموضوع ولا لا؟ لا 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 كله business لا. development عن طريق الـ mortgage والبنك كله عن طريق الـ personal وريمورجنجينج البيتي. انا بدي اسال سؤال استبق فيه يعني كنت مأخره لكن خليني اساله الان. كنت متوقعه امتى تعمل الار او اي امتى ترجعي الانفستمنت تبعك اللي انت حطيتيه كنت متوقعه امتى ورجعتيه فعليا امتى بعد كم فتره زمن عمل؟ انا كنت متوقعه يعني بدي شيء بين 4 إلى 5 سنين لحتى فولي. كنت متوقعه حاطة هالقد كتير يوجولي بين 2 إلى 3 سنين واحد هاسو ممكن باونس باك بس بنشكر الله انا من السنة الاولى كنت على البوزيتيف سايد بالار او اي تاعيتي. اوه ما شاء الله بنشكر الله الحمد لله خلال فترة قصيرة جدا سنة. خلال فترة قصيرة كنت على البوزيتيف سايد قصيرة جدا بتكلم عن سنة يعني بدك تقول مش فولي رجعتهم بس معظم الشركات بتعرف بالبداية بيكونوا بخسارات right? yes. Yes. انا ما كنت بخسارة من السنة الاولى ما شاء الله بس عملت كتير يعني yeah. يعني كله هيدا يعني ما دفعت لحالي مثلا لفترة 7 أشهر يعني I was getting paid zero. لفت مورجج على البيت عندي بعده مانجبل بس اكشوال بزنس والصيدليه وكله بنشكر الله هذا نجاح كبير. طب نعم. سادة تمارا انا يعني اي واحد بده يدخل مشروع بزنس بكون عنده هواجس لنحكي بكون عنده خوف من اشياء احكي لنا اكبر الشغلات الهواجس او المخاوف اللي كانت عندك قبل ما تبداي هذا البزنس وهل فعلا هاي تحققت واجتزتيها ولا كانت
هي حالة نفسية عندك أو عند أي واحد بده يسوي بيزنس وبتشجعي إنه ما يتطلع عليها؟ لكن الخوف الوحيد كان الريسك، مع أنه درسته من كل الميلات، بس كنت أقول what if، عرفت؟ what if ما مش الحال. فمنشان هيك هيدا ال what if خلتني اشتغل as hard as I did، وخلتني يعني بالبداية minimize my expenses to the bone. اشتغل as hard as... Okay. So, it is very important وقت واحد بيشتغل، يعني الخوف كان عندي حافز اني ما اوقع. وان شاء الله ما بوقع. Yeah. هي هذه واحدة من التكنيكس اصلا لازم نشتغلها لما بنتكلم عن البزنس. واحدة من التكنيكس انه نبدأ نحكي what if. What if حتى نخلص كل ال what ifs اللي موجودة في 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 العمل، وبعدين بنكون خلاص احنا حددنا كل المخاطر اللي ممكن تواجهنا. صح. طيب انا بدي اسال عن الاسره. يعني انا متاكد انه كان في عندك انجيجمنت عالي جدا في الصيدليه في بدايه العمل، وبتحكي انه انت رجعتي الانفستمنت بعد سنه، فبالتاكيد مش سنه، اكثر من سنه، بس بعد سنه بس. يعني انا دقيقه انه yeah. مشان ما يعني ما احط انه للي عم يسمعوني انه واو كل شيء كل شيء yes. روز كولر وبتنقدر yeah. تنعمل، لا يعني واز يعني اذا بقول لك المراحل اللي مرقت فيها يعني كنت مجنونه اني اعمل هيك. انا بقول لك لازم نسمعها طبعا. اكمل السؤال ونسمع هذه المراحل. الفتره هذه فتره الانجيجمنت بتكون عاليه جدا، حسيتي انه اسرتك عمالها بتصير بعيده عن يعني بعيده عن الكنترول تبعك؟ انت صرتي بعيده عن اسرتك، صرت تحسي في غربه عنها، اخذ الشغل كل وقتك، ولا كيف كنت تنسقي وترتبي؟ ليك الشغل اخذ كل وقتي، اخذ وقت كتير، يعني كنت نام يمكن 5 ساعات 6 ساعات ماكسيموم بالنهار. انا دواماتي من 10 للـ7، فوت على الصيدليه الساعه 8، اطلع الساعه 9 بالليل. بعدني عن عائلتي؟ لا، العائله كانت برايوريتي. يعني الوقت القليل، لو افترضنا انا فتت ابني كان صار بالهاي سكول بده متابعه، اذا independent in a way، وقت بكون بالبيت وهو around ما بعمل شيء، شو ما كان يكون ما بعمل شيء، وقتي لإله. يعني كأم مطلوب مني الطبخ وكله هيدا، كنت مقسم نهار أحد بقضيها تقريبا من الساعة 3 للساعة 11 أنا وعم بطبخ عن كل الأسبوع. عرفت؟ إيه، يعني مقسمي، جوزي يساعدني يجيب لي الأغراض، أو إذا بدي شيء ضل حوالي بالصيدلية، أوقات إذا بدي شيء. إيه، ما سافرت، ما سافرت، دش بلاجر نطنطة في حياة اجتماعية. I did not give up on it. مع كل السوشيال والكوميونيتي انجيجمنت وهيك تعبت. بقول لك إنه ما تعبت، تعبت، بس إن شاء الله ما أكون قصرت مع عائلتي. إن شاء الله. أنا حسي حالي ما قصرت، بس إن شاء الله ما كنت قصرت، ما أكون قصرت مع عائلتي. إذا أنت بتدعي إلى بالانس بين البزنس والعائلة دائما، لازم صح. يكون في بالانس، وهذا إشي مهم جدا أكيد، لأنه العائلة مهمة وهي داعمة أكيد، لكن صح. برضو لهم حق علينا. البداية قد تكون صعبة، زي ما أنت حكيتي في البداية كنت تشتغلي more than 60 hours عشان تقدري to engage. طب أنا بدي أسألك سؤال يمكن يكون سيكرت، يمكن تقدر تجاوب عليه أو لا. شو السر اللي خلى تمارا تبدأ في مجالها في الـ في الـ في الـ في الفارماسي تبعها؟ ليش الفارماسي تبع تمارا بيختلف عن غيره؟ هيدا مثل ما عم اقول لك، الليفل اوف بروفيشناليزم، الانفايرمنت، الفاميلي،
environment اللي عملتها بالcommunity، عرفت family environment بالcommunity، engagement يعني صارت مثل community hub للصيدلية، يعني صاروا الناس يجوا يقولوا لي نحن بنلتقى عندك، بنلتقى هون بالصيدلية أكثر ما بنلتقى في بار بالليتل تاون، أكثر ما بنلتقى من بالبار، يعني بيجوا بيقعدوا بيحكوا، يعني أوقات أول ما فتحت يجوا بدنا نعملوا صبحية، نعمل صبحيات مع بعضنا، يعني إيه يعني عن جد لهالدرجة. So why not؟ Yes, why not؟ Yeah. هيدا الريلاكسينج انفايرمنت. وأول ما فتحت أنا طبيعتي مرحة. يعني طبيعتي very flexible in mind وبشخصيتي، ما عندي بارير، ما عندي حواجز، مش إنه أنا فارماسيست يابا خلاص، لا. يعني أول ما فتحت يجوا لعندي يقولون أنا عندي one condition، يجي شو قالوا you are not allowed to leave this pharmacy without a smile on your face. هيدا يعني عرفت لوين لهالدرجة صارت الناس مرتاحة beside the professional environment. يعني بس الشغلات حسة بدها يعني تتعدى الخط البروفيشنال بوقفها، فالناس خلص صارت تعرف who they are dealing with and they trust me. حلو حلو. وبعد كل مريض وقته. حسام بسألك قديش لك في مجال عملك في كندا هون بين البزنس البرايفت والجنرال؟ as a pharmacist من 2006. اوكي. هذا فارماسي 2006 اخذت اللايسنس. طيب استاذة تمارا what is next؟ هيدا سؤال next. انا اكيد في next. يعني اكيد انا اكيد انه في next بالعقلية هذه، بالطريقة هذه من التفكير، اكيد في next. بجوز تشتغلي تعطي فرانشايزنج ل لا 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 ثانية، مش ما بعرفش انت اللي حتحكي. لا 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 next بدي relocate الصيدلية. actually هلا I am working on the process. وسعها. اوكي اوكي. وسع الصيدلية وفي مشروع على جنب معه، يعني بعده under the prep stage. حتنقل الصيدلية لموقع تاني ولا لمنطقة تانية؟ لا لا موقع تاني، يعني up the street، موقع أكبر. أوكي. موقع أكبر. والمشروع الجديد الآن مش حنسألك عنه، إن شاء الله لما بينجح وبيبدأ الخطوات الأولى تبعه بنحكي وبنحكي وبتحكي لنا عنه إن شاء الله، وبتحكي لنا عن نجاحاته. طيب الآن إحنا في 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 زمن الكورونا. وما أدراك ما الكورونا، والناس تعاني معاناتنا، فماذا تفعلون؟ حلو هيدا، حلو هيدا. هلا بدي احكيك شعر انا. ايش؟ لا اللبنانية زجل، الزجل عندكم زجل. لحد نشوف بالكورونا اجين. يعني مثل اي هيلث كير بروفيشنال، لحتى الصيدلية ضلها واقفة على إجرية، مجرد ما صارت أول حالة كورونا بأوتاوا، أنا كتير right away كنت حاطي emergency action plan always، يعني I plan ahead of time و I start executing it. يعني حطيت plastic shield، كنت يمكن أول من الأوائل بأوتاوا اللي عملوه، وأمنت لهم للستاف تاعي كل الـ PPEs، يعني من الجاون للماسك للفيشيلد للجوجلز للهير نت للشوز كفر كله. وبلشت بالكوميونتي من خلال الفيسبوك ومن خلال برايفت مسجنج، انه شجعنا حطيت اكشن بلان انه نخلي للكل الكل الناس يضل دواها ماشي، وبنفس الوقت امن على صحه الستاف اللي عندي. عملنا فري ديليفري، يعني حتى انا معظم الاوقات اذا ما في الدليفري بيبل والكوميونتي بتجنن، كانت عندي عملوا فولنتير، يعني منهم يقولوا لي بدنا نعمل فولنتير، بس عندنا فيري تايت رولز اند ريجوليشن وان ات كمز تو ديليفري.
سو اوقات انا كنت روح البس الفول بي بي ايز وروح اعمل الدليفري لحالي، يعني روح انا بوصلهم عن على البواب للسينيورز، اعمل برايفت كونسلتيشن عن عن الباب وانا حاطه الماسك وكل شيء. يعني خليت الناس بالكوميونتي تحس انه they are safe. عرفت؟ وصدق اذا بقول لك لحد هلا ما عم بتطلع على النمبرز، لانه همي الاساسي انه which is غلط، لازم يمكن اطلع وراقب وشوف، بس همي الاساسي بهالفتره هذه الهيومن بارت، يعني صحه الناس اللي واسقانين فيي بهالفتره يعني هذه. انا ما راح اسالك عن ارقام، لكن يو ثينك انه صار في دروب عندك في الـ في الانكم خلال الفتره هذه، ولا لانه اكيد في 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 بعض الـ السيكتورز، خلينا نحكي بعض السيكتورز، يعني لا هي ارتفعت، ما صارش عليها دروب، هي صار عندها ريزينج في الانكم. انتوا عندكم صار في عندكم دروب في الـ في الانكم؟ بعدني عم اقول لك صدقني اذا بقول لك انا last 3 periods ما شفت الارقام. كل okay. اللي I am worried about it, this is wrong. من البزنس perspective it's wrong. Yeah. I know that. بس بما انه هلأ عندي الـ professional والـ human side هو اللي kick in. Priority. It's the priority. This is yeah. my top yeah. priority. الله راد by the end of this month حقعد مع الaccountant تاعي وsqueeze the numbers. Hopefully income raising. Hopefully. يعني بهالوقت هيدا يعني حتى من الشغلات اللي عملتها again the professional وال priority. من الشغلات اللي عملتها جبت اثنين صيادلي يضلوا بالصيدلية most of the time وأنا عم طول in case somebody gets sick الصيدلية ما بتسكر بكون okay. في واحد يفوت ويفتحها. It is very costly approach I know. بس هالابروتش on a long run على القليلة يعني من الهيومن بارت انه انا ما قصرت بحق حدا من الكوميونتي اللي وثقوا فيي. عرفت؟ و on the long run business wise I'm hoping it will pay off. لا صحيح اكيد في معنى سربرايز لك. كوبال بتسلم عليكي بتقول لك يسعد مساكي يا تمارا، ما قلتي لي انك طالع مع الدكتور جمال، مبسوطة اني شفتك واستمتعت بالحلقة. اهلا وسهلا فيك يا كوبال، كوبال صديقة وأخت عزيزة، وإحنا ترى قبل الكورونا كنا معزومين عند كوبال على كبة، بس إجت الكورونا وراحت علينا الكبة. فكوبال سيدي ما في شيء بيضيع. كوبال بتوعده مكتوفة على فكرة. لا 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 أنا معاي كله تمام. ما بتوعده مكتوفة، العكس يا كوبال سوري. بس ما بضيع حق وراء، ما بضيع حق وراء مطالب، هذا شعار الدكتور جمال في الأكل. أكيد. لا كوبال رهيبة، بتعقد. سلام من لكوبال من هون. بدي تمارا أرجع أسألك سؤال أختي. في سؤال نسأل أكثر من مرة، سواء من إكرام أو من حسام، كلهم بيسألوا عن موضوع الفرنشايز، وجود فرنشايز كبير زي شوبرز، ريكسال، كوسكو. في تخوف شكله من الدخول لعالم البزنس مع الحيتان الكبار هدول، خلينا نحكي. أوكي. شو بدك توجهي أدرس هذا، لأنه شكله الموضوع مش واحد واثنين عم بسأل عنه، أكثر من واحد. بدنا إياك تأدرس this. وأنا حقيقة بدي أضيف بس على السؤال هذا، إنه فعلا هو خوف. أي واحد بده يدخل بزنس بيبدأ يحكي، وأنا هذا طبعاً شخصياً صار معي لما بدينا نشتغل في بعض الأفكار في السيرفيسز تبعنا. طب هذا الكلام موجود عند شركات كبيرة زي KPMG، زي PwC، شركات كونسلتيشن كبيرة جداً. طيب كيف إحنا حنشوف في مكان؟ وفعلاً إحنا وجدنا مكان لأنفسنا مع الناس الصغار اللي لا يمكن يتحملوا الكوست تبع KPMG وغيرها. وكمان صرنا بنحكي أنا كيف بدي أنافس BDC اللي هو كراون بيزنس، يعني الحكومة داخلة فيه. صح. والآن في عنا مشروع منفكر فيه، جوجل داخلة فيه، مايكروسوفت أمازون، والحكومة دعميته. أوكي، وعمالنا بنحكي طب هدول أخذوا الفكرة اللي إحنا كنا بنفكر فيها من سنتين، الآن هم حيعملوها بكرة أكيد. ما في، أنا هذا السؤال مش أنا اللي حجاوب عليه،
أنا بتمنى تجاوبي عليه من خلال التجربة تبعك. لك من خلال التجربة تاعي الفرانشايز الأزا فرانشايز هو شابرز تحت تايتل أسوسيات أونر. ما بعرف again to be fair to everyone ما بعرف إذا anything has changed بالstructure تاع الفرانشايز تاعون من ال 2010 يعني من 10 سنين عم نحكي وقتها أنا كنت معهم. الشغل أنا ما عم خوف كل واحد في كتير زملائنا عرب اخذين فرانشايز مع الشابرز وما اهتموا بالديتيلز. في ديتيلز بالفرانشايز اجريمنت it's not disclosed للصيدلي until they sign and they find out as they go. هيدا أنا يعني في شغلات لأنه أنا حذرة when it comes to legality وقديه بحط شغل versus قديه عم يطلع لي في شغلات كتير in detail feel free كأنه حسام أو إكرام ما هيك just reach out to me إذا بدكم any guidance in more detail شو عم بقصد لأنه هيدي كمان يعني أنا كنت signed معهم إنه confidentiality so كمان إذا بقدر بساعدكم بأي guidance بهيك please feel free to reach out to me and I will be so happy to do so. كبداية لتكسب خبرة ليكسب الواحد خبرة it is good to get exposed to the business model بس to be free the best way is to be independent بس not to be independent before you have enough experience بالfield. يعني مش عيب اني اروح انافس مثلا big franchisee واطلع واعمل شيء الي وانا بحكي مش بس بالصيدلة يعني في كل الامور حتى في كوفي شوبات كان ممكن يروح ياخذ كوفي مع تيم هورتون اللي بدوش دعاية ويعمل لحاله اسم ويبدأ ويدفع أكثر من نصف اللي بيطلعه للفرنشايز فيز وما فيز والشغلات هاي أو إنه يعمل هو براند إله. ويمكن هون الصعوبة إنك تعملي اسم في الماركت اللي في واحد أوردي عامل. يعني مثلا لما تحكي أنت شركة كبيرة تبعت صيدلة ما بنسمع لأنه بتعمل دعاية أنت يمكن كنت تلف على رجليك عشان تأمني أو تحكي مع العالم وتقدري تجيب الزباين فأكيد فيها تعب لكن بستاهل المعاناة. لك وقتها بتجي هلأ نحن إذا عم نحكي بيزنس وقتها بتجي تتطلع بالCYP الـ Common Yearly Plan CYP اللي محطوط للستور من الـ Head Office بتجي بتشوف الـ Non-Controllable Expenses huge والـ Controllable Expenses it's little يعني non-controllable expenses مثل الرنت مثل الكمبيوترز مثل الرينوفيشن مثل هيدول كلهم انت ما إلك تقول اي شيء ما بتشوف الا فايتين على ستور عم يعملوا رينوفيشن وهيدول كلهم بيروحوا من البادجت تاعك. من الcontrollable expenses الشغل الوحيد اللي كان بهداك الوقت ممكن انتو يكون عندك روم انك تعمل الديسيجن تاعك هو لما salaries if you cut salaries البزنس بده يتأثر طبعا. وبعدين صار يحددوا لك قد ايه عدد الساعات اللي لازم انت تفوت يعني تحطها. ففي شغلات كتيرة لا انا بفضل انه لاقي حالي بالماركت لاقي وين ممكن يكون عندي opportunity based على الكابابيليتي تاع كل واحد منا. ما في شيء اسمه صح وفي شيء اسمه غلط. في صيدلي في واحد بزنس بيرسون بده ينجح انا مش عم بحكي عن الصيدلي بشكل عام بلاقي opportunity in everything وفي واحد بيقول اوكي انا فتحت هالمحل وبدي الناس تجي لعنا. بالمهنتنا كصيدلي اذا بدك تفتح this is دمار للواحد يعني انت you have to go out there and get the customer not the customer gonna come because you are there so you have to offer something different. طيب يعني احنا بجوز في نهاية البرنامج محتاجين انه نلخص
ونحكي انه يعني نعطي رسائل سريعه. هل في لحظه من اللحظات حسيتي فيها انه يعني انا شو اللي خلاني ادخل هالدخله هذه واعمل ماي اون بزنس؟ ما كنت انا مرتاحه يا اما في وظيفه او اشوف لي حتى مكان ثاني يكون احسن، احسن البوزيشن تبعي في الوظيفه واشتغل وانا مرتاحه والانكم هيك جاي، يعني هون جاي انكم وهون جاي انكم. فحسيت ايه اللي شو اللي خلاكي يعني تحسي انه قرارك كان صحيح وانت في الاتجاه الصحيح؟ لانه with every single interaction مع البيشنت عندي وبالكوميونتي والفولفيلمنت، المنتال فولفيلمنت اللي عم باخذها، بس ترو في شغله في تعب، بس nothing compared the stress اللي كنت عايشه فيه وقتها كنت اشتغل بالشركات الكبيره. وقتها بتحس انه انت عم تعمل شيء منيح للكوميونتي اللي انت فيها، وهيدا مش حكي، هيدا يمكن depending كل انسان كيف هو شخصيته. وقتها بتحس انه انت you saved somebody's life من interaction او من شغله صارت، او you gave a hand لاختيار بده مساعده بالكوميونتي، او لشاب كان على حافه الانتحار or something. هيدي الوقت اللي عم قضيه مع الناس ما في شركه بتقبل اني اقضيهم معه. الشركه تعتبرني انا رقم وانا لايسنس وقلم، كم وصفه فيك تمشي بالنهار، ذاتس ات. وانا بكون اندر بريشر، بس بدي احفظ امن على سلامتي واني ما جت اي دونت جت سود. ما شاء الله عليك. سوري. رحله رائعه وبزنس رائع وتفكير هذا الاهم، تفكير رائع بالاتجاه يعني الايجابي دائما. اكيد واجهتك زي ما تفضلتي وحكيتي تحديات، وكانت في البدايه التحدي الاكبر، والتحدي في البدايه بيكون اكبر وبعدين بيبدا التحديات تصغر اذا كان التحدي الاولاني بنيتي بشكل صح، اذا اسستي بشكل صحيح بيبدا كل شيء بعديها يصغر. انا بشكرك شكر خاص، وبشكرك على هذه الروح الايجابيه، وبشكرك على كل الدروس اللي يعني زودتينا فيها. وحقيقة أنا حاب إنه تتركي كمان رسالة للكوميونيتي تبعنا العربية، كيف تساعد الناس أصحاب البزنسز في الفترة الحالية في وقت الكورونا، وإحنا بنعرف إنه البزنس فيه عليه يعني صعوبات، خلينا نحكي في صعوبات كثير الآن، فهل في عندك رسالة ممكن توجهيها، ممكن يكون في مساعدة للكوميونيتي مع بعضها البعض حتى ترفع هذه القطاعات المختلفة؟ أنا أول شيء اللي بقوله أنه مش غلط وما تستحوا، ما حدا يستحي منا أنه يطلب المساعدة، لأنه كلنا بلحظة من اللحظات ضعاف، ونحن موجودين ببلد الحمد لله أنه إذا واحد بده مساعدة بيساعدوه، ففي كذا channels لحتى ياخد واحد help. الواحد يصبر ويمشي يرجع خطوة خطوة، ودائما أنا بقول معظم اللي جينا على كندا جينا من مناطق فيها مشاكل اجتماعية وسياسية وكله، بس كل المشاكل اللي عم نمرق فيها بالكورونا هلأ بعد أسهل من اللي عم يمرقوا الناس اللي ببلادنا فيها. فمنشان هيك إذا أنا بقدر ساعد بأي شغلة لأي واحد بالفيل تاعي، شو ما كان يكون بالفيل تاعي، أنا عن جد مستعدة. كيف بقية البزنس بدهم يصمدوا بالكورونا؟ أنا اللي بقلهم إياه إنه معلش كل واحد بنوقع، بس يعني الوقعة ما تكسرنا، يصير عنا عرجة بس بنرجع بنوقف. صعبة يعني أوقات صعب الواحد يبلش من سكراتش، بس ما عندنا خيار، ما في خيار تاني. واحد يشوف إذا ما قمت وين رح صير، وإذا رجعت قمت وين برجع بوقف. ما بعرف، مش فلسفي، بس
يعني بحاول لقي البوزيتيف. يس، فلسفة رائعة، فلسفة رائعة، رائع نعم. جدا أنا يعني باسم كنار تي في حابين نشكرك على تشريفك إنه اليوم في هذه الحلقة، على المعلومات اللي أعطيتينا إياها، على البوزيتيفيتي اللي موجودة عندك. إن شاء الله رب العالمين بنتمنى إليك كل النجاح والتوفيق، وبنزورك إن شاء الله بالصيدلية بعد الكوفيد 19، بنجيب لك وردة من كنار تي في. بنتمنى إليك ولكل البزنسز، خاصة اللوكال بزنسز، النجاح والتوفيق، لأنه إحنا يا جماعة خاصة لما يكون عندنا local businesses لازم ندعمهم. حكينا أكثر من مرة هذا أحد الاستراتيجيز الموجودة عند كنار تي في، إنه ندعم ونساعد بعض، لأنه إحنا موجودين هون في كوميونيتي مع بعض، خاصة إذا ابن الكوميونيتي وعايش معنا، لأنه إحنا لما بنساعد بعض أكيد العجلة بتدور ونتقدم كلنا مع بعض. كنا مع بعض. نشكركم جميعا، بنذكركم بحلقات يوم غدا إن شاء الله الساعة 7 حتكون معنا حلقة التكنولوجيا، نادي التكنولوجيا مع دكتور هشام، والساعة 9 إن شاء الله حتكون عندنا حلقة مع دكتور يوسف نصيف، حنتكلم فيها عن معادلة شهادة طب الأسنان في كندا. خليكم معنا إن شاء الله، تصبحوا على ألف خير.